يعتبر من الأصوات المجهولة برغم نجاح أغانيه والتي لا زالت معروفة حتى يومنا هذا. إنه الفنان إبراهيم عبد الشفيع، صاحب الحنجرة المتميزة والموهبة الكبيرة والمتنوعة. تسليط الضوء عليه اليوم يعتبر سبق لم يحدث في أي من القنوات المتخصصة في مجال الفن والفنانين، وهذا ما تعودنا أن نقدمه دائما، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. الفنان المطرب إبراهيم عبد الشفيع، المولود في عام 1936 في شارع غربال بمنطقة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، ترجع جذور عائلته من الأب والأم لموشا بمحافظة أسيوط. عمل والده في أحد مصانع الزجاج في الأسكندرية، وللفنان إبراهيم عبد الشفيع العديد من الأشقاء، وقد تحمل والده العناء في تربية تلك الأسرة. عندما اشتد عوده قرر أن يترك المدرسة لكي يساعد والديه في متطلبات الحياة، ولأنه يمتلك صوتا مميزا التحق بفرقة حسب الله، وكانت شهيرة في الأوساط الشعبية بأحياء الأفراح، وطاف معهم العديد من قرى الأرياف، واستطاع أن يحقق شهرة معقولة. ثم انضم لفرقة حسين عبد الغني السكندرية الشهيرة بحسونة، عندما وجد إعلاناً عن افتتاح إذاعة الأسكندرية أسرع الخطى وقدم الطلب للغناء في خلال ميكروفون تلك الإذاعة الجديدة، ووقف أمام لجنة مكونة من أشهر الإذاعيين وتم اعتماده إذاعياً. استمر في الغناء من خلال ميكروفون الإذاعة منذ افتتاحها وحتى عام 1956، ثم نشب خلاف بينه وبين رئيس الإذاعة حافظ عبد الوهاب، وظل بعيداً عن الإذاعة، وأثناء فترة ابتعاده كان يمارس هوايته بالغناء في الأفراح والمحلات الليلية، واستطاع أن يحقق شهرة أكبر. في عام 1967 عاد للإذاعة بقوة وبدأ رحلة تلحين الأغاني، فقدم أول لحن له من خلال المسلسل الإذاعي علي عليوة بعد نجاحه في الغناء والتلحين في إذاعة الأسكندرية. انتقل ليغني من خلال ميكروفون إذاعات القاهرة ويقدم ألحانه لأصوات القاهرة، فغنى له الفنانين كارم محمود، محمد العزبي، ليلى نظمي، ومحمد رشدي. ومن الأغاني الخاصة التي قدمها الفنان إبراهيم أول دخولنا الجنينة، يا عين صلي على النبي، طول عمري ببيع ياسمين، بلد الجمال، كما أعاد أغاني محمد عبد المطلب ومنها يا حاسدين الناس. شارك الفنان إبراهيم عبد الشفيع في الغناء في عدة برامج غنائية، من بينها البرنامج الغنائي رمضان والناس، سهرة الأربعاء، حلوا يا حلوا. كان له نشاطا سياسيا بعيدا عن الفن، فقد خاض انتخابات مجلس الشعب ولم يحالفه الحظ، وشغل منصب عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية بالقاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، كما يعمل مستشارا موسيقيا بوزارة الثقافة. أما عن حياته الشخصية وزواجه، فقد تزوج الفنان إبراهيم وأنجب عبير وخالد الذي يعمل مذيعا رياضيا. والآن عزيزي المشاهد، ما رؤيتك حول مسيرة الفنان إبراهيم وحياته الفنية؟ كان معكم رشا رجب.